لشراء تذاكر مباريات دوري نجوم QNB عليك القيام بالخطوات التالية: ادخل إلى الموقع الإلكتروني www.qsl.qa، اضغط على الرابط، اشتري تذكرتك. إذا كان لديك حساب، قم بالدخول إلى حسابك في موقع التذاكر، وإذا لم يكن لديك، قم بإنشاء حساب جديد من خلال رابط التسجيل. اختر المباراة التي ترغب بحضورها، اختر المكان أو القسم الخاص بك، حدد عدد التذاكر، أضف إلى السلة ثم تابع عملية الشراء، ادخل بياناتك أو بيانات الأفراد المستفيدين من التذاكر، بشرط إدخال بيانات الأفراد المستفيدين من التذاكر كاملة. قم بإتمام عملية الدفع ولا تقوم بالخروج من الموقع حتى تعود للصفحة الخاصة بعملية شراء التذاكر. ستصلك تذكرة إلكترونية على بريدك الإلكتروني الذي أدخلته عند عملية التسجيل. إرشادات عند عملية شراء التذاكر: في حال عدم استلام التذاكر عبر البريد الإلكتروني، يمكن التأكد من القائمة الرئيسية لموقع التذاكر tickets.qsl.qa، ثم الضغط على خيار طلباتي للتأكد من إتمام عملية الشراء بشكل صحيح. كما يمكن أيضاً التأكد من استلام التذاكر من خلال الذهاب إلى خيار تذاكري إذا كنت تتصفح موقع التذاكر من خلال الجوال. فما عليك إلا القدوم إلى الملعب وإظهار الإشعار المرسل على بريدك الإلكتروني دون الحاجة لطباعة التذكرة. في حال واجهتك أي مشكلة، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني tickets@qsl.com.qa. حياكم الملعب، نتمنى أن تستمتعوا بمشاهدة مباريات دوري نجوم QNB.